السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم معانا مباراة من العياب الثقيل بين أفضل لاعب هجومي تكتيكي، صاحب المشكلجي المحتال مايكل تال، الزلمة اللي بيضحي في كل مباراة، إذا ما بيضحي لازم يضحي، وأمام واحد من أفضل اللاعبين المعروفين على مستوى الدفاع بالشطرنج هو تيجان بيتروسيان، أو بسموه تايجر بيتروسيان أو النمر بيتروسيان. وبيتروسيان يعني هناك كتب في عالم الشطرنج، يعني أنا في عندي يعني شفت كتب باللغة الإنجليزية على كيف تتعلم فن الدفاع بالشطرنج من بيتروسيان، يعني الزلمة مرجع صراحة. وطبعا تال مرجع في الهجوم، فأنا عبينا نجيب جيم جميل جدا بين مرجعية الهجوم ضد مرجعية الدفاع ونشوف شو اللي بيطلع معانا. وهذا جيم تاريخي، يعني هذا مش أي جيم، من سنة 1974 هذا جيم تاريخي، وأحكي لكم أثناء يعني بعد الشرح ليش تاريخي عشان ما نحبك الجيم. خلينا نبلش مع بعض. بتال طبعا فاجأ بتوسيان من أول لعب نايت اف 3، يعني ما عارفين تال عادة بيلعب اي 4، ما بيلعبش نايت اف 3، بيعمل شيء زي هيك عادة بالأبيض، بس نايت اف 3 لعب بتال بتوسيان. بتوسيان لعب جي 6 المودرن ديفنس او الدفاع الحديث، واللي احنا اصلا بلشنا نعطي عليه كورسات، وكان وفي كمان بعض المباريات لي على القناه بهذا الافتتاح. اي 4 بيشوب جي 7 دي 4 دي 6 تمام، احنا هيك تمام الافتتاح. الدفاع الحديث ما عندنا مشكله. نايت سي 3 من قبل تال، نايت اف 6. الان بتوسيان حول الافتتاح من الدفاع الحديث الى الدفاع بيرك بسبب نقلة الحصان على F6. هاي بتخلي الافتتاح يصير الدفاع بيرك وليس الدفاع الحديث او المودرن ديفنس. بيشوب اي 2 تبييت ونايت سي 6 تمام، كل هذا الحكي كويس. الان تلعب دي 5، فكرة نايت 6 هي استفزاز الاسود الابيض، يعني الاسود بيحكي الابيض انا جاي لك باي 5 النقلة الجاي اذا تسمح لي، فشو رايك تعمل هذا؟ فبتلعب دي 5. نايت بي 8 رجع بتوسيان، روك اي 1 من قبل مايكل تال. الان بيتروسيان هون لعب النقلة اي 5، اي 5 ليست النقلة الافضل في هذا الوضع، ولكنها مش يعني ما بتسبب خسارة، بس في افضل منها وهي النقلة سي 6، وهي النقلة تضرب الوسط. وفكرة اسود النقاد من يلعب سي دي تاكس دي 5 ويخلي ويضل ضاغط على الوسط تبع الابيض، ولكن بيتروسيان لعب اي 5 معا، يعني ليست نقلة لسه مش خطأ فاتح ولا اي شيء، ولكن في افضل منها بالافتتاح. تال لعب دي اي 6 بيشوب اي 6 بيشوب اف 4 من قبل مايكل تال. الان بيتروسيان لاعب دفاعي متحفظ يعني، فما بيحب يعطي خصمه ثغرات وافكار يعني فخاف انه يلعب خاف من انه تال يلعب نايت جي 5 في النقل الجاي، فلعب اتش 6 بكل بساطه، لعب متحفظ. الان تال في هذا الوضع بالضبط تحديدا يفترض في لعب النقل اتش 3، هاي النقله اللي عاده تلعب، يعني افترض تلعب هذا الوضع لمنع البيشوب جي 4. واذا بيلعب الاسود نايت اتش 5 بيهدد فيلك، بتسحب الفيل على الاتش 2 بتعمل لا 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 هيك بنزعل من بعض تمام، هيك هذول القطع كلهم ممنوعين، فالفيل اللي هون بيرجع على H2 تمام. هيك احنا هيك الاصل. الان تال معروف عنه انه زلمي مشكلجي، زلمي محتال، انا بسمي تال المحتال، وفي ناس كثير بسمي نفس الشيء، بيلعب نقلات غريبه بتخوف خصمه، يعني لها تاثير نفسه على الخصم. فشو عمل تال؟ لعبنا دي 4. شو بيحكي لبتروسيان؟ انا جاي لك اكل الفيل على اي 6، باخذ منك كبريت الفيلين، فشو رايك؟ فبتوسيان رغم انه يعني الجامعة سنة 1970، وبتوسيان كان حصل بطولة العالم يعني في قبليها بكم من سنة يعني، وخسرانها بعدين مع سباسكي، ولكن يعني حصل بطولة عالم، لعب بشوب دي سابن، خاف من تال يا جماعة الخير. يعني تال عنده التأثير النفسي على اللاعبين بشكل لا يوصف. يعني الفكرة لازم اشتغل عليها بتوسيان ببساطة هي النايت سي 6، وبتحكي لتال بتحب تكسب احصنه وتعطيه وخلين، وانا اقبل بالتركيب البيدقي على اعتبار انه هذا البيدقي اللي على السي 6 هون ضارب هون، يعني وبالعب لك ديفا في الوقت اللي انا بدي اياه،
وبفتح كمان عمود القلعه البوك على البيئته على بهدد بيدق البيتو. او اذا ما بدك بتحب تاكل الفيل برضو ما عندنا مشكله بنلعب لك اف اي 6 وعندنا بيدق اجى على الوسط ضارب خانات الوسط كلياتها ومساعد البيدق الاخر عمود القلعه انفتح الفيل اصلا مفتوح الخط تبعه بمجرد ما يتحرك الحصان اللي على الاف 6 ففي شغل يعني ما في خوف ليش الخوف هذا كلياته ولكن لسبب ما لا اعرفه سحب الفيل عندي سبن بدوس يعني هاي النقله مش الافضل بصراحه. على كل الكوين دي تو من قبل طبعا تالتال بيستخدم البطاريه ضغط على بيدق الاتش 6 في قطعتين هنا ما شاء الله عليهم وبعض والفيدق الاتش 6 مطلوب فبتلعب كينج اتش 7. الان تال ما عنده وقت يضيعه يعني وهذا الاسود شوي مكركب هدول القطع كلياتهم مش شغالين وهذا الوزير بتفرج على الجيم لسه يعني الوضع مكركب فتال بده يفتح الجيم على طول وهي سياسه صحيحه لعب اي 5 على طول دي تاكس اي 5 بيشوف تاكس اي 5 جميع قطع التال تعمل بكفاءه يعني والفيل ما شاء الله ضاغط على هذا الوتر الحصان ممكن يجي هون اذا في الوقت المناسب او على اي 6 حسب ما تستقضي الظروف اذا الحصان هذا تحرك من مكانه ممكن هذا الحصان ينط على الدي 5 او على الاي 4 في افكار كثيره حسب الجيم. الان على بيتوسيان في هذا الوضع لازم يلعب هون نايت سي 6 ويكون هادي والفكره انه اذا حتى لو تال اكل نايت سي 6 واكلنا بيشوب سي 6 واكلنا واعطينا الجندي لتال يعني اكثر من هيك مش هيحصل تال تلعب له هون اوك دي 2 وهذا الوضع وضع فعال جدا لصالح اللاعب الاسود موقف جيد جدا ما بنحكى عليه ولكن بتوسيان لعب بطريقه يعني غريبه شوي ووقع في الفخ نصب له ياتال لعب نايت اي 4 وهذا خطا جسيم جدا جدا بالجيم هذا الخطا كتير كبير وهاي النقله يعني طبعا تسببت في المتاعب لبتوسيان بيحكوها بالانجليزي ان وخلينا نحكي الترجمه بالعربي على طول انه النمر اللي هو بتوسيان يعني بقصد في النمر غرق في التانك يعني غرق في تانك المي يعني خنق في المي. الفكره الان تال لعب نايت اي 4 بيشوب اي 5 نايت اف 3 او هاي بسموها تاجر ان ذا تانك بالانجليزي الزلمه وقع بالخزان يعني بسموها بيشوب جي 7 من قبل مايكل تال من قبل بيتوسيان اسف وتال هون لعب بوك اي دي 1 وبحكي لبيتوسيان يعني احنا مسمين لك القطعة هاي فاذا الفيل بيتحرك مكانه مثلا هون بتخسر قطعة على طول فشو عمل بيتوسيان لعب كوين سي 8 بده بس يخلص من تال ومشاكله الزلمة فتال حكى له بيشوب سي 4 في ضغط على بيدق الاف 7 وما في نفس مع مايكل تال ما في نفس ممنوع تتنفس الان هون لعب بتوسيان بيشوب اي 8 حكى له هاي كمان رجعنا الفيل وحمينا البيدق اللي على الاف 7 الان لاحظ لي بالله على المنظر اللي بيفتح النفس يعني قطعه هون والقطعه هاي والقطعه هاي والقطعه هاي والقطعه هاي صافين هيك زي صافين عند الحلال بدهم يحلوا بدهم يشعرهم يعني يعني فيش بتفوج على الجيم تفوج يعني طيب وطلع لي باللقطة الابيض يعني الفيل في مكان مثالي الحصان في الوسط الحصان في الافتين مكان مثالي قلعتين في اماكنهم المثاليه في وسط الرقعه ضاربين الاوتار هاي كلياتها والوزير اللي عديته ضاغط هون وبيطلع لك من هون اذا بدك وبنزلك من تحت يعني حاله ما الا بالعالمين فاللي صار في هذا الوضع بعد كوين سي اي اسف شوف سيفا بشو بيت تال وجد نقله جميله جدا 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 وقف الفيديو حاول انك تلاقيها ان شاء الله تكون لقيت النقله النقله هي نايت اي جي 5 تضحيه حصان وطبعا تضحيات زي لا يقوم بها الا مايكل تال يعني تال بالتخصص الان كمان مره تال بربك خصومه هاي ميزته الاساسيه بالشطرنج طبعا بيتوسيان كان عليها نذهب الملك الى الجي 8 ويخلي الحصان على الجي 5 ويا دام دخلك شاب يعني طبعا في افضليه للابيض ما في شك في الموضوع ولكن على الاقل الامور لساتها يعني مقبوله شوي اللي سواه بيتوسيان انه لعب نقله انتحاريه لعب اتش جي 5 فكر حاله انه باخذ الحصان
وبعدين يفكر كيف يدافع. ناجي فايف تشيك هذا الخط ممنوع انفتح، يعني انت فتحت عملكك ابواب جهنم في الشطرنج. كينج جي 8 كوين اف 4 والسيد الكوين والحصان والفيل كله ضغط على اف 7. وطبعا شوف لي بلاقه قلعتين من هون، يعني ما شاء الله عملات شغل بسم الله ما شاء الله. يعني فبتوسيان شو عمل؟ حكى لك خليني اجيب قطعه تدافع عن الملك. لعب نايت دي 7 بهذا الوضع، وبهذا الوضع يا سيد الكريم الاسود بده يلعب بس نايت اف 6، بس بده يجيب الحصان هون، او يعني ممكن يضحي بقطعتين مقابل قلعه ويلعب نايت اي 5. هاي بده اياها بتوسيان. خلص ترى حكى له لا لا لا، انا هذا الحصان بده يضحي لك القلعه فيه، ممنوع اعطيك اياه اساسا. يعني الان اذا بتلعب هنا لتالي كوين دي 7 لعب لك كوين اتش 4 وكش مات في النقل القادم ملاش حل. طيب واذا فشو عمل بتوسيان؟ حكى له اعطينا بالفيل ناكل لك القلعه. مش انا اقول لك يا بالوزير يا عمي، هسه اذا بتلعب لي كوين اتش 4 بحبك القلعه انا هون مثلا، واذا بتنزل لي كش بهوب يعني يعني ها اهون شوي يعني تمام. ولكن تال يعني كمان مره يعني مربك الخصم، مربك لاعب مربك جدا حقيقه. يعني بعد بيشوب دي 7 لعب بكل بساطه بيشوب اف 7 تشيك تال، وبتوسيان بطل العالم ملك الدفاع بالشطرنج بعد 23 نقله فقط لا غير مع هذا المجنون الشطرنج اللي اسمه ماكل تال يستسلم. المشكله العويصه جدا طبعا اذا بتلعب كينج اتش 8 كوين اتش 4 كش والجيم خلص كش مات اجباري لانه ملك ما بتحرك. اذا بتيجي بالفيلم بتعطيك كش مات على اتش 6 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله معك. واذا ما بدك تلعب، اذا بدك تلعب بكوين اف 7 في اكثر من خيار عند الابيض ابسطها، وكوين اف 7 تشيك كينج اتش 8 كوين جي 6 ومنهددك بمات على اتش 7 ومنهددك بكش من هون. ويعني وقصتك معانا قصه طويله عويضه لن تنتهي. بتوسيان حكى لك لا يا عمي انا ما بقدر اكمل بجيم بهذا الشكل، يعني ما بيقبلوا لاعبين الشطرنج المحترفين انهم يلعبوا بوضعيات من هذا الشكل. فسلم الجيم ويعني خلينا نحكيها ضل بكرامته. المهم تال كالعاده يعني مجنون التضحيات مش حدا بيسلم من شوه يعني بالصلاه على النبي. ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. كل يوم في عنا فيديو جديد للاعبين وابطال عالميين، وان شاء الله تستمتعوا معنا. السلام عليكم.